لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرات سيدات وسادة، يسعدني أن أرحب بكم اليوم بمناسبة تنصيب رجال السلطة الذين التحقوا بالنفوذ الترابي لإقليم فحصن جرة، وذلك على إثر الحركة الانتقالية الجديدة التي عرفها سلك رجال السلطة، والتي دأنت المصالح المركزية على إجرائها في إطار الدينامية المعتمدة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية من أجل الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين. إن الدوافع من وراء الحركة الانتقالية هو التعزيز المستمر للإدارة الترابية بخبرات وتجارب متجددة، والاستفادة من كفاءات يراد بها تحديد وتسريع دينامية التسيير الترابي وضخ دماء جديدة به، وتوظيف رصيدها المكتسب لمواكبة الوتيرة المتسارعة للتنمية المحلية والتكيف الإيجابي مع التطورات المتصاعدة التي يقتضيها تدمير الشأن المحلي. وبهذه المناسبة أدعوكم للترحيب برجال السلطة الجدد الذين عينوا بهذا الإقليم، ويتعلق الأمر بالسادة عامر تقال تم تعيينه في منصب رئيس منطقة طنجة المتوسط، وهو من مواليد سنة 1978 لإقليم العرائش، حاصل على دبلوم دراسة العليا المعمقة في قانون التجارة الدولية. السيد مولاي الحسن العلوي، تم تعيينه في منصب رئيس دائرة ملحق بقسم الشؤون الداخلية، وهو من مواليد سنة 1964 بفاس، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 30. السيد محمد كامل، تم تعيينه في منصب قائد قيادة تغرمت، وهو من مواليد 1997 بميسور، حاصل على الماستر في المالية والجبايات، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 59، ويعتبر هذا أول تعيين له. وبهذه المناسبة أيضا لا يفوتنا أن نهنئ السادة رجال السلطة الذين حضروا من جديد بالثقة، وتم تعيينهم بأقاليم وعمالة أخرى، ويتعلق الأمر بالسادة سيد إبراهيم عمر. سيد إبراهيم أمهراوي الذي شغل منصب باشا رئيس منطقة طنجة المتوسط منذ سنة 2018، والذي تم ترقيته كاتب عام ملحق بديوان السيد والي جهة طنجة تطوان حسمة، وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. وأغتنم هذه المناسبة لأشكره شخصيا جزيل الشكر على المجهودات والتضحيات التي بذلها خلال المدة التي قضاها بميناء طنجة المتوسط، وعلى تفانيه في القيام بعمله بكل جدية وإخلاص ونكران الذات. السيد سعيد سعودي الذي انتقل بصفة
السيد سعيد سعودي كان قائد بجماعة بقيادة طغرل، انتقل بصفة كرئيس ملحقة إدارية إقليم والدهب، وأتمنى له بدوره التوفيق في مهامه الجديدة.